أطلقت الهيئة القومية للبريد تطبيقها الجديد رسميا باسم يلا، وهي منصة رقمية تقدم العديد من الخدمات لعملائها من الأفراد والمؤسسات لتمكينهم من إدارة تعاملاتهم اليومية المالية وغير المالية. ويعد هذا التطبيق هو أول تطبيق ذكي في مصر والشرق الأوسط شامل، يجمع العديد من الخدمات عن طريق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك يأتي في إطار رؤية الدولة للتمكين الرقمي والذي يعد من أولويات البريد المصري. البريد المصري يلعب دورا أساسيا في استراتيجية مصر الرقمية التي تتبلور وتزداد إشراقا كل يوم. من خلال البريد المصري نقوم بتقديم حزمة ثرية من الخدمات للمواطن المصري. المواطنين في مصر دوما يثقون في البريد المصري ويعتبرونه مقصدا رئيسيا لتلقي خدماتهم الحكومية والبريدية والمالية أيضا. من هنا فكرة تطبيق يلا. تطبيق يلا يقدم حزمة ثرية من الخدمات المالية، تعتبر نقلة نوعية في مضمار الشمول المالي وفي نوعية الخدمات المالية التي يقدمها البريد للمواطن المصري. البريد المصري فخور بإطلاق الخدمة، خدمة تطبيق يلا سوبر أب. يلا سوبر أب هو تطبيق تقدر تنزله على المحمول بتاعك، بتحصل على خدمات مالية، خدمات مصرفية، تقدر تقوم بعملية تحويل من حساب لحساب، تقدر تدفع الفواتير، تقدر تستخدمه في الشراء التجارة الإلكترونية، تقدر تستخدمه في شراء الأدوية، كل ما تحتاجه، تقدر تقسم الفاتورة بتاعتك أنت وزمايلك، أنت وأصدقائك، تقدر أيضا تعلن لأصدقائك والمعارفك اللي منزلين الأبليكيشن دي أن أنت في احتياج لفلوس، وبتجيلهم رسالة وبتجيلهم صوت يقدر يصرف منه ويحول لك الرسالة. يلا هو أول تطبيق شامل في مصر والشرق الأوسط، تطبيق شامل لمفهوم جديد في السوق، بمعنى أن هو منظومة رقمية كاملة. من خلال التطبيق العملاء يلا يقدروا أكسسوا المئات بل الألاف من الخدمات الرقمية المالية منها والغير مالية. خدمات المالية منها خدمات الحوالات، الدفع، الادخار، الاستثمار ودفع الفواتير، والخدمات الغير مالية منها خدمات التجارة الإلكترونية، خدمات عند طلب زي طلب الأكل أو الأدوية أو حجز المواصلات، بالإضافة إلى اشتراك في برامج التأمين المختلفة وبناء المجتمعات الرقمية الذكية. نحن سعداء كتير اليوم بهذه الشراكة اللي تمت بين شركة باي سكاي وأكيد هيئة البريد الوطني بمصر. يعني هذا التعاون بأكد نظرتنا نحن للابتكار اللي هي ترتكز أكيد على الشراكات مع مؤسسات الحكومية، مع المؤسسات الخاصة، وخاصة مع الفينتكس اللي اليوم بنشوفها نحن بالسوق المصري عم تكبر وعم بيكون سوق فيه ديناميكية كتير خاصة. ليه النتورك تبع فيزا أو شبكة فيزا مهمة للفينتكس؟ لأنه نحن بنجمع كل العناصر شبكة المدفوعات، وأكيد لما منساعد الفينتكس أنه تكبر وتوصل لعدد الأكبر من الشرائح والمستهلكين، وخاصة الناس اليوم اللي ما عندها وصول لخدمات مالية، فأكيد هذا بيساعد على الشمول المالي بكل أكيد بكل الدول اللي بنشتغل فيها، وخاصة اليوم مع هذا الشراكة بمصر.